Thank you. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه القويم وصراطه المستقيم الى يوم الدين اما بعد مشاهدي الكرام اهلا ومرحبا بكم في لقاء ايماني جديد نعيش فيه مع امهات المؤمنين لقاؤنا اليوم نتواصل فيه مع امنا السيده ام سلمه رضوان الله عليها في معامله النبي صلى الله عليه وسلم لها وانها لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني يا رسول الله كثيره العيال واني اخاف اذا جئت الي في نوبتي ان اعجز عن القيام بحقك فهي تنظر الى مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنظر الى ذات نفسها وما خطر ببالها ابدا ان ترد رسول الله لان مجرد اقتران اسمك باسم النبي صلى الله عليه وسلم شرف ليس فوقه شرف فاذا بها تخاف ان تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم وتخاف ان تحملها الغيره مره على ان تسيء الادب في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا بالنبي يقول لها اما عيالك فإلى الله وإلى رسوله وأما غيرتك فأدعو الله عز وجل فيخفف عنك فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من حسن تقدير الله أو من جميل قدر الله لها أن توفق لأن تكون زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يثور في عقلها سؤال تزوجت من ابي سلمه. وانا الان زوج لرسول الله، فاذا قامت القيامه ودخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار. وابو سلمه من اهل بدر وهم في الجنه باذن الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين وامام اهل الجنه. فاذا دخلت الجنه فمع من تكون؟ ولعل هذه إشكالية تدور في عقول كثير من النساء اللواتي رزقن في حياتهن بالزواج بأكثر من رجل، تزوجت رجلاً وعاشت معه ما شاء الله ثم سبقها راحلاً إلى ربه، فرزقت بعده زوجاً آخر، وكانت تحب الأول ثم رزقت محبة الثاني، فلها هذا في قلبها مكان ولهذا في قلبها مكان. وهذا كان يحسن عشرتها وذاك كان يحسن عشرتها، وهذا كان لها منه اولاد وهذا له منه اولاد. حيرة لأيهم تكون للأول أم للأخير؟ وقعت أمنا أم سلمة في هذه الحيرة فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله المرأة في الدنيا تتزوج أكثر من رجل فلأيهم تكون يوم القيامة؟ ألأولهم أم لآخرهم ألمن مات وهي في عصمته أم لمن ماتت وهي في عصمته ألمن رزقت منه أولاد وإن رزقت من الجميع لأكثرهم حيرة تريد أن تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتستحي احتراما لذكرى زوجها السابق رضوان الله عليه فتقول يا رسول الله المرأة تتزوج في الدنيا اكثر من رجل فلأيهم تكون؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحل لها هذه المشكلة ويقول لاحسنهم خلقا. لاحسنهم خلقا نعم ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والاخرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لاكثرهم صلاة لم يقل لاكثرهم حفظا للقران لم يقل لاكثرهم نفقه في سبيل الله، لم يقل لاكثرهم حجا وعمرة، لم يقل لاكبرهم سنا واطولهم عمرا في الدعوه او في الاسلام، لم يقل هذا وانما قال لاحسنهم خلقا لتعلم ان مدار سعيك في هذه الحياه هو مقدار ما تؤثر العباده فيك، فاذا حسنت العباده اخلاقك كان هذا سببا في رفعتك عند رب العالمين تبارك وتعالى فلو رجعت الى امنا ام سلمه ام المؤمنين رضوان الله عليها ستجد انها مع عبادتها مع هجرتها مع التزامها بالادب الكامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونها شريكه للنبي في حياته مع ما قامت به من تربيه لاولادها نجدها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان لي ابناء من ابي سلمه واني انفق عليهم ولست بتاركتهم يعني سواء قلت لي ان هذا فيه اجر او لا اجر فيه لن اتركهم على كل حال فهل لي من اجر اذا انفقت على بني من ابي سلمه وهم بني يعني ابنائي وانا صاحبه مال وهؤلاء الاولاد مات ابوهم وعلى كل حال أنا أنفق عليهم، فهل يُقبل مني هذا صدقة على عيالي؟ وهل لي أجر إذا أنفقت على أولادي من أبي سلمة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لك أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربطنا دوما بالقيمة الأعلى والأسمى. إذا انفقت المرأة على اولادها، إذا سدت دينا عن زوجها، إذا اعانت زوجها في معيشته وقصدت بذلك الاجر من الله تبارك وتعالى يعطيها الله عز وجل هذا الاجر، وكأني بامنا ام سلمه في كل موقف من مواقف حياتها تعلم الناس درسا جديدا، وكأن الله تبارك وتعالى اراد لها في صحبتها من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعلم الامهات ان تعلم الزوجات ان تعلم النساء كل يوم درسا جديدا تستخرجه من حياتها مع حضره النبي صلى الله عليه واله واصحابه ويتنزل القران الكريم في بيتها ايه لها وقع عظيم تبكي ام سلمه وتسال النبي نصيبا منها ما هي هذه الايه هذا ما نعرفه ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا أهلاً ومرحبًا بكم من جديد. السيدة زينب بنت أبي سلمة عند أمها والرسول صلى الله عليه وسلم عندها في نوبتها والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته كما ذكرت امنا عائشه ام المؤمنين رضوان الله عليها كان يدور على كل نسائه كل يوم يتفقد احوالهن ثم يبيت عند التي هي نوبتها فكان يبدا بام سلمه لكونها الاكبر وينتهي بعائشه ام المؤمنين رضوان الله عليهن جميعا لكونها اصغرهن. السيده زينب عند أمها ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ أو يغتسل فتقول لها أمها ادخلي فناوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا أو شيئا يستتر به فتقول فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فنضح الماء في وجهه يقول الرواة فكبرت وما تغير ماء الشباب من وجهها كأنها ما زالت شابة في بداية الشباب ببركة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نضح الماء في وجهها السيده زينب تقول: كنت عند النبي او عند امي والنبي صلى الله عليه وسلم عندها فتنزل قول رب العالمين تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلس الحسن عن يمينه والحسين عن يساره واجلس الزهراء في حجره وبسط عليهم بساطه وقال: اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في الروايه فتقول امنا ام سلمه وهي تبكي يا رسول الله انا وابنتي يعني انا زوجك وهذه ابنتي ربيبتك وانت دعوت للسيده فاطمه ودعوت للحسن ودعوت للحسين ودعوت لعلي وقلت هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال يا ام سلمه انت على مكانك وانت على خير وفي روايه انت من اهل بيتي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لامنا ام سلمه حتى ارضاها وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يوما فجاء الحسن والحسين وقالوا جاء الحسين يلعب والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اوصى جميع نسائه اذا دخل الحسين عليهم الا يغضبوه والا يبكيه منهم احد. يقول فجاء الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم اغلق على نفسه حجرته وقال لها لا يدخل علي احد فلما دخل الحسين ما استطاعت ان تمنعه فدخل فجلس في حجر النبي صلى الله عليه وسلم واذا بجبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له اولدك هذا اتحبه قال نعم قال فكيف بك اذا قتلته امتك يقول فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لام سلمه ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اخبرني جبريل ان امتي ستقتل ولدي هذا، قالت يا رسول الله ما استطعت ان امنعه، قلت لنا لا تبكوه، انظر الى شده التزامها بطاعه رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه، اذا فامنا ام سلمه تحرص على الخير وتحرص دائما على ان تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. موقف لو لم يكن لأمنا أم سلمه في تاريخ الإسلام إلا هذا الموقف لكفى. لو لم يكن لها من الخير في حياة هذه الأمة إلا هذا اليوم وإلا هذا الرأي لكفاها هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ناويا العمره فلما كان عند الحديبيه عزمت قريش ان تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما كان من الرسل للصلح بين الطرفين حتى جاء سهيل بن عمرو فامضى الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو رضوان الله عليه يمضي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلح وتنتهي ويتم كتابه بنود هذا الصلح ويحدث فيه ما يحدث من اختلاف على الصياغه و سيدنا علي يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وسهيل بن عمرو يأبى قل باسمك اللهم هذا ما عقد عليه محمد الرسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك وتنتهي في النهاية الصيغة النهائية لهذه المعاهدة وأول بند فيها أن يعود رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبه هذا العام على أن يرجعوا في العام الذي بعده يطوف حول البيت آمنين مطمئنين ثلاثة أيام تفرغ قريش البيت للنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب حتى يؤد عمرته هذا الشرط أثر في قلوب المسلمين الحاضرين جميعا حتى إن عمر بن الخطاب راجع النبي صلى الله عليه وسلم فيه مرارا عمر بن الخطاب هنا لم يراجع النبي صلى الله عليه واله واصحابه على زعم انه ند لرسول الله او انه يعارض رسول الله في امره وانما كان عمر دائما يحب ان يتبين هل هذا الامر فيه فسحه للاخذ والرد ام انه امر حتمي ولازم من رب العالمين تبارك وتعالى فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم جميعا ان هذا الامر حتم ولا كلام فيه بقي امر هؤلاء احرموا فقبل ان يحلوا احرامهم لا بد ان ينحروا هديهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابي قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم فيابى الصحابه جميعا كل الصحابه كل الصحابه لا يقوم منهم احد لماذا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اطلع الله عليه فرأى في قلبه وقلوب أصحابه مشقة هذا الأمر أن يأتي العفو من عند الله تعودوا من الله على ذلك تعودوا من الله تبارك وتعالى إذا شق عليهم أمر أن يخفف الله عنهم وتعودوا من النبي صلى الله عليه وسلم انه يزن الامور بما يرضي الله تبارك وتعالى وبما فيه محبه ورضا وقالوا في نفوسهم إننا ما خرجنا لقتال، وإنما خرجنا نعظم هذا البيت، ورب العالمين تبارك وتعالى لا يريد منا إلا أن نعظم هذا البيت، فكيف يردنا عن مكة ونحن على رمية حجر منها كما قال بعض الصحابة، ليس بيننا وبينه إلا أقل من مسيرة يوم سويعات ونطوف حول البيت، سرنا من المدينة المنورة هذه المسافة فلما أصبحنا على مشارف مكة يردنا رب العالمين تبارك وتعالى عنها نجد الصحابه هنا يتوقفون في الامر انتظار الفرج من رب العالمين تبارك وتعالى ينتظرون ان يخفف الله عنهم ينتظرون اذن الله لهم ان يدخلوا مكه معتمرين ما ظنوا ابدا ان في هذا مخالفه ومعصيه لله تبارك وتعالى وحاشاهم ان يفعلوا شيئا فيه معصيه لله وحاشاهم ان يخالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما ظنوا انهم اذا انتظروا وتمهلوا قليلا ان ياتي العفو من الله تبارك وتعالى كما حدث قبل ذلك في مواقف عده، ان ياتي فرج من الله تبارك وتعالى هنا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على امنا ام سلمه رضوان الله عليها فيقول لها: هلك الناس امرتهم فلم يطيعوا. فماذا تقول امنا ام سلمه؟ هذا ما نعرفه ان شاء الله تعالى بعد الفاصل فابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم من جديد. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على امنا وام سلمه وهو غاضب اول مره يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم امرا مباشرا ويخالفون امر النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا ملزم اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امرا وجب على من بلغه هذا الامر ان ينفذه طالما لم يرد ان هذا الامر مخصوص بفلان ولذلك قال علماؤنا الامر من الله تبارك وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوجوب الا اذا ورد ما يصرفه عن هذا الوجوب. ورد ما يصرفه عن هذا الوجوب كان مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر به مره وفعله مره وجاء في مره اخرى فلم يفعله مثل كسجود التلاوه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرا يوما سوره النجم فلما وصل إلى موضع السجدة منها نزل فسجد وسجد الصحابة فلما كان في جمعة التي تليها قرأ كذلك سورة النجم فلما تهيأ الناس للسجود قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء سجد ومن شاء لم يسجد ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أصحابه وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا رجل من الصحابة قال كل عام يا رسول الله فسكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل كرر السؤال ثلاث مرات فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني وما تركتكم يعني ما تركتكم عليه اعملوا به فانما اهلك الذين من قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة رضوان الله عليهم كما وصفهم أحد الذين كانوا رسلا في صلح الحديبيه ما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وابتدر الصحابه حيث ينظر ولا امر الا واسرعوا الى ما يامر ولا توضا النبي صلى الله عليه وسلم الا اقتتلوا على فضل وضوئه تبركا بالماء الذي مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يامرهم بهذا الامر يقول لهم افعلوا نصا ويخالفون لا يفعلون ما امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هلاك في هذا ضياع لهذه الامه عصت نبيها ولن يفلح قوم عصوا نبيهم ابدا فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على امنا ام سلمه يقول لها هلك الناس او هلك المسلمون امرتهم فلم يطيعوني قالت يا رسول الله ان الامر على الناس شديد فاخرج ولا تكلم احدا انظر الى هذا العقل والى هذه الحكمه والى هذه الكياسه الى هذه المشوره السياسيه التي لو ان الساسه تاملوا في هذا المشهد من اوله الى اخره وفي هذه الرحله من اولها الى اخرها لوضعوا للدنيا كلها اساسا من العدل والسلام وفن قيادة الأتباع وكيف تدار الأمور وإلى الرأي ومن أين يصدر لأن البعض منا يظن دائما أن كل آراء النساء ساقطة لا هناك من النساء من لها رأي صائب أصوب من رأي كثير من الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الخطير يستمع إلى أمنا أم سلمة وهي تقول له اخرج يا رسول الله ولا تكلم أحدا فان الامر على الناس شديد فانحر هديك واحلق راسك وادخل خيمتك يعني لا تكلم احدا وانما انت امرتهم وما دمت قد امرتهم فلا بد سيطيعون لكنهم يتوقفون على فعلك انت يا رسول الله تقول الروايه فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق راسه ودخل فقام الصحابة فنحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم وفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي وجعل بعضهم يحلق لبعض حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم نكون جوار الكعبة ونحرم منها ونجت الأمة بصائب رأي أم سلمة نجت الأمة جميعا بهذا الرأي الذي أشارت به أمنا أم سلمة رضوان الله عليها لنعلم ان هذا القلب فيه خير، وان هذا العقل الراجح كان سببا في نجاه الامه من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غضب رب العالمين تبارك وتعالى. امنا ام سلمه النبي صلى الله عليه وسلم عندها يوما يقوم فيقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا. فامنا ام سلمه تقول له يا رسول الله: انهلك وفينا الصالحون الذين يقرؤون القرآن كثير والذين يتصدقون كثير الذين يحافظون على الصلاة نهلك وفينا هؤلاء الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث يمضي الزمان دورته وتكر الأيام ويحدث ما يحدث من بيعة معاوية لولده يزيد ويلحق معاويه بربه وياتي زمان يزيد فيخرج الحسين رضوان الله عليه سيدنا ومولانا حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم صبت حضره النبي يخرج وتعلم ام سلمه وتحذره من الخروج وتقول له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك مقتول قال قال رسول الله ذلك فلا بد ان ابرز لمضجعي فيبلغها خبر قتل الحسين فيغشى عليها من الهم فلا تبقى الا اياما حتى تلحق بربها تبارك وتعالى راضيه مرضيه اخر امهات المؤمنين لحوقا بربها فتطوى هذه الصفحه المباركة بأم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا آمين 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 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين